تعاملنا مع الحمض الضعيف. إذا نجرب مثال مع قاعدة ضعيفة. لنقل لدينا أمونيا نيتروجين مع ثلاثة هيدروجينات، وهذه قاعدة ضعيفة لأنه يجب أن يستقبل الهيدروجين من الماء، يحب أن يستقبل الهيدروجين من الماء ويتحول إلى جزيء الأمونيوم، لذا هو يزيد من تركيز الهيدروكسيد. إذا كان لدينا بعض الأمونيا في المحلول المائي زائد الماء، سأضع الماء هنا، زائد الماء في المحلول المائي، بما أن هذه قاعدة ضعيفة، إذا هذا التفاعل لا يصير فقط في اتجاه واحد، إنه تفاعل التوازن. حسنا، وبما أن هذه قاعدة ضعيفة، وهنا حيث تعريف برونستد لوري يكون واضحا، الأمونيا تأخذ البروتون بدلا من منحه وتتحول إلى أمونيوم الأيون وليس الجزيء كما ذكرت سابقا، أو كاتيون الأمونيوم. الأمونيوم لديه هيدروجين آخر عليه، إذن الآن لديه بروتون آخر، إذن هو بشحنة موجبة وهو في المحلول المائي أيضا، أخذ ذلك الهيدروجين من الماء، إذن زائد OH ناقص مائي. وتذكروا إذا نظرنا إلى هذا من حيث تعريف برونستد لوري، لقد كان متقبل البروتون، إذا هذا يجعله قاعدة، أو إذا نظرنا إلى تعريف أرهينيوس لقد زاد التركيز من OH في المحلول، إذا هذا يجعله قاعدة أرهينيوس أو أرهينيوس. لكن على أي حال من المعطيات هنا سأختار رقم عشوائي، لنقل لدينا 2 بالعشرة مولية من الـ NH3، 2 بالعشرة مولية، ماذا ستكون درجة الحموضة الـ pH؟ إذا ماذا ستكون الـ pH في المحلول؟ على اعتبار أن لدينا 2 بالعشرة مولية من الـ NH3، إذا أول شيء نريد عمله نريد إيجاد ثابت التوازن لتفاعل القاعدة هذا. من قبل قليل قمنا بزيارة لموقع ويكيبيديا، تعرفون الموقع جيدا، دعوني أستخدم لون آخر قبل هذا. فوجدنا في الموقع خارطة صغيرة تعطينا قيمة البي كي بي لأغلب المركبات المهمة، البي كي بي، وهي نرى بي هنا، هذه تعني ناقص اللوغاريتم للأساس 10 من ثابت التوازن. لا يوجد سالب هنا. وأعطانا الموقع هذا وهو 4.75. إذن يمكن عمل بعض الحسابات هنا لإيجاد ثابت التوازن بكل بساطة. لنرى، إذا ضربنا كلا الطرفين في سالب لدينا اللوغاريتم للأساس 10 من ثابت التوازن لتفاعل القاعدة، ولدينا بي هنا وهذا يساوي ناقص 4.75 أو 10 للقوة ناقص 4.75، يجب أن تكون هي الكي بي. إذن كي بي تساوي ناقص 1 للقوة ناقص 4.75. هذا ليس أسهل سهل للاستخدام لأجعله في رأسي أو لأحله في رأسي، سأستخدم حاسبة. إذن إذا أخذنا 10 للقوة 4.75 سالب يساوي ماذا؟ لنقل 1.8 بالعشرة ضرب 10 للقوة سالب 5. حسنا، هذا يساوي 1.8 بالعشرة ضرب 10 للقوة سالب 5. إذن الآن يمكن استخدام هذه المعلومات، يمكن عمل حساب رياضي مشابه جدا لما قمنا به في الفيديو السابق. سيكون صعب إيجاد تركيز الهيدروجين مباشرة لأن تفاعل القاعدة لديه هيدروكسيد، لكن إذا علمنا تركيز الهيدروكسيد، إذا علمنا تركيز الهيدروجين الهيدروكسيد عندنا يمكن إيجاد تركيز الهيدروجين. نعلم أن هذا زائد تركيز الهيدروجين يجب أن يساوي 10 القوة سالب 14، أو إذا وجدنا الـ pH فهو زائد pH يجب أن يساوي 14، وقمنا بهذا عدة مرات. إذا ثابت التوازن أو هذه الصيغة ستبدو هكذا. حسن، 1.8 بالعشرة ضرب 10 للقوة سالب 5 سيساوي في المقام لدينا تركيز المتفاعلات
نتذكر ولا نحسب لا نحسب للمذيب، فقط نحسب للـ NH3. لدينا اثنان بالعشرة مولية، وهو ما وضعناه، لكن بعض منه لنقل X منه سيتحول إلى هذه الأيونات على الطرف اليمين. إذا في المقام سيكون لدينا اثنان بالعشرة ناقص X أيا كان ما تم تحويله في الطرف اليمين. ومن ثم في الطرف اليمين سيكون لدينا X من NH4 و X من الـ OH، هذا تركيز الأمونيا. ومن ثم لدينا X ضرب X، هذا تركيز الـ NH4 موجب. ومن ثم هذا التركيز هنا هو OH سالب. ونحل بالنسبة لX. لنقوم بهذا، نحل بالنسبة لX، وحالما يكون لدينا X نعلم تركيز الـ OH، سنكون قادرين على إيجاد الـ BOH، ومن ثم سنجد درجة الحموضة الـ BH. حسنا، نضرب هذا في كلا الطرفين من المعادلة هذه. وللعلم هذه نفس خطوة التبسيط التي قمنا بها في الفيديو السابق، عندما يكون هذا الرقم أصغر من هذا الرقم هنا. اسمعوني، الاستدلال ليس سوى نوع من القواعد الثابتة التي تعمل في بعض الأحيان، ولحسن الحظ أنها هنا تعمل. حسنا، لنحل هذه المعادلة من الدرجة الثانية. يمكن أن نفكر أحيانا في التخلص من الطرف الأوسط، لكن لنضرب هذا باثنان بالعشرة ضرب واحد ثمانية بالعشرة يساوي 36% ضرب 10 القوة ناقص سالب أو ناقص 5. حسنا، 2 ضرب 1.8 بالعشرة سيكون 3.6 بالعشرة، وهذا ناقص 1.8 بالعشرة ضرب 10 للقوة سالب 5 إكس يساوي إكس تربيع. لنضع كل شيء في نفس الجانب من المعادلة، سأنقل كل هذه إلى الطرف الأيمن. إذا لدينا الصفر يساوي إكس تربيع، نضيف هذا لكلا الطرفين من المعادلة، زائد 1.8 بالعشرة ضرب 10 إلى القوة سالب 5 إكس بلون آخر، 1.8 بالعشرة ضرب 10 القوة ناقص 5، فقط حتى نرى المعاملات منفصلة من حيث إكس، ناقص 36% ضرب 10 للقوة ناقص 5. إذا لنحل هذا، ومرة أخرى إذا أردنا حلها يمكن إزالة هذا الطرف، ومن ثم إيجاد ما هو الجذر التربيعي المباشر، لكن لن نفعل هذا، سنستخدم المعادلة التربيعية. إذا A هي 1، B هي هذا، وهذه C، ويمكن تعويض هذا في المعادلة التربيعية. إذا نحصل على ناقص B، إذا ناقص 1.8 بالعشرة ضرب 10 للقوة ناقص 5 زائد أو ناقص، سنقوم بالحل بالنسبة للزائد لأنه هو التركيز طبعا. إذا زائد الجذر التربيعي، يجب عمل الكثير من الحسابات هنا، بي تربيع إذا هي 1.8 بالعشرة ضرب 10 للقوة سالب 5، إذا هي 1.8 بالعشرة إذا ربعناها ستساوي 33 و24 بالمئة، ضرب إذا ربعنا 10 للقوة ناقص 10 ستساوي 10، آسف، ستساوي 10 للقوة ناقص 10 ناقص 4 ضرب إيه، إذا هي 4 ضرب 36% ضرب سي، آسف، ضرب 10 للقوة ناقص 5 ويساوي 4 ضرب 36% ويساوي 36% ويساوي 41.4%. كان يجب أن أكون أقدر على الدقة. لا لدينا، حسنا دعوني أكتب هذا. إذا هذا 41.4%، وبالطبع كل هذا على 2A. لنرى هذه قيمة X، طبعا A تساوي 1، التركيز OH لنرى لدينا 23% ضرب 10 للقوة ناقص 10، هذا هو هذا، زائد 41% ضرب 10 للقوة ناقص 5 يساوي، ضرب 10 للقوة ناقص 5 يساوي هذا.
إذن هذا كله تحت الجذر، ونريد الجذر التربيعي من هذا. إذن هذا القوة نصف، لدينا 0.00379. دعوني أغير اللون. إذن لدينا إكس تساوي ناقص 8.81 ضرب 10 للقوة ناقص 5 زائد 0.00379 4. كل هذا على 2، ونحسبها. سأقوم بطرح هذه هنا. هذه لدي هذه القيمة، وسأقوم بطرح هذا. حسنا، 85% اي 5 سالب يساوي ذلك، هذا البسط. والآن سأقسم على 2، تقسيم 2 يساوي 0.001، 1 في 1000. سأكتب هذا. إذن x، سأغير اللون مرة أخرى، x تساوي 0.01888. حسنا، لكن إذا كنتم تتذكرون المعادلة الأصلية، ماذا كانت x؟ كانت تساوي تركيز الأمونيوم أو تركيز الهيدروكسيد. نعم، الأمونيا، آسف، ما يهمنا تركيز الهيدروكسيد. إذن هذا يساوي تركيز الهيدروكسيد. الآن إذا أردنا إيجاد الـ pOH، سنأخذ ناقص لوغاريتم هذا الرقم. نعم، وهذا يساوي، إذا نأخذ اللوغاريتم له، اللوغاريتم هو هذا، ومن ثم نأخذ الناقص من هذا، إذا هو 2.72. نعم، الآن إذا أردنا إيجاد الـ pH، التركيز لأيونات الهيدروجين، أصبحت الأمور أسهل. تذكروا في المحلول المائي عند درجة حرارة 25 مئوية، الـ pKa للماء تساوي الـ pOH زائد الـ pH، هذا عند 25 درجة يساوي 14، لأنه لدينا 10 للقوة ناقص 14. حسنا، لدينا 10 للقوة ناقص 7 من كل من هذه، لكن على أي حال هذا ثابت التوازن للتحلل. هذا مع وجود ماء محايد أو متعادل يساوي 7، أو نقول تركيز الأوات يساوي 10 للقوة ناقص 7. يمكن أخذ ناقص اللوغاريتم ويصبح 7، لكن الآن نعلم أن لدينا تركيز أعلى بكثير من الـ OH 2.72. تذكروا هذا اللوغاريتم الناقص ينقلب، إذا الـ pOH تعني تركيز أعلى من الـ pOH. حسنا، الـ pOH إذا أصبح أقل، هذا الـ pOH أصبح أقل، هذا يعني أن الـ pH أصبح أعلى. لا أريد إرباككم كثيرا، يعني مشوشا أصلا. إذا ماذا ستكون الـ pH؟ إذا الـ pH تساوي 14 ناقص 2.72. إذا سالب هذا الرقم زائد 14، ويساوي لنقل 11.3. حسنا، إذا الـ pH تساوي 11.3، وهذا منطقي، لأننا قلنا أن هذه قاعدة ضعيفة، الأمونيا هي قاعدة ضعيفة، إذا يجب أن تزيد الـ pH، أكثر من 7. إذا الـ pH يجب أن تكون أعلى من 7، لكن عند مقارنتها مع قواعد قوية كانت قيمة الـ pH هناك تساوي 14. إذا أضفنا فقط 2 بالعشرة مولية، فأصبح لدينا الـ pH هذه. على أي حال، هذه مسألة رياضيات، وعلى أمل أنكم استفدتم منها. نراكم.